السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبنا؟ يا رب تكونون بخير وسلام. هاليوم رح نطبخ أفخاد الدجاج المشوية بطريقة سهلة ولذيذة وبسيطة بنفس الوقت، إن شاء الله تعجبكم. المقادير: 8 قطع من أفخاد الدجاج نقعته بالماء والملح والخل 10 دقائق وغسلت زين تحت الحنفية وقطعته بهذا الشكل، 5 ملاعق من اللبن، ليمونة واحدة عصرتها، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر البارد، وملعقتين كبيرة من صوص الصويا، ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود، ومطحون ورق الغار والزنجبيل والملح، وخمس فصوص من الثوم المهروس. ننتقل إلى العمل. راح نعمل خلطة الدجاج، وهي نضيف اللبن، بعدها الليمون وصوص الصويا والثوم المهروس ومطحون ورق الغار والفلفل الأسود والملح والفلفل الأحمر البارد وأخيرا الزنجبيل، ونخلط المواد جيدا. بعدها أضيف قطع الدجاج فوق الخلطة وأقلب بالدجاج حتى يتجانس مع الخلطة. وغطيها بنايلون شفاف وأتركها بالثلاجة من ساعة إلى ساعتين. نأخذ سيباية مال فرن أو أوفن، نخلي فوقها ألمنيوم ونزرفها بهذا الشكل. بعدها نخلي مي بالتبسي ونضيف قطع الدجاج. أكلة بسيطة وسهلة والطعم روعة، جربوها إن شاء الله تعجبكم. ونقدم مع الدجاج تم الملون أو الأحمر حسب رغبتكم، ونخلي فوقها سمسم حسب الرغبة. أنا رح أخلي سمسم ورح أضيف فوقها فلفل أحمر مقطع، ونخليه بالفرن على درجة حرارة 180 من ساعة ونص إلى ساعتين. وبهذا الشكل انتهت أكلتنا أفخاد الدجاج المشوية، وألف عافية.